اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام دعاء؟ اهلا بيكي يا حبيبه قلبي. الله يخليك. انا عايزه دلوقتي اسال عن حاجه. انا دلوقتي واقعه في قرض، فجوزي كل ما بيسالني فانا بحلف بالله ان مفيش حاجه ومش قادره اقول له، لان انا عارفه لو قلت انا هتطلق. فاني ذنب، يعني الذنب اللي انا بعمله دلوقتي اكفر عنه بايه؟ يعني انت بتعملي ذنب وجوزك حاسس ان في حاجه غريبه؟ هو مش ذنبي يا دعاء، انا حاولت اساعده فاخدت عملت جمعيه فقبضتها فانسرقت مني مبلغ كبير. اوكي. فمش قادره اقول له ان المبلغ ده انسرق 1000 ورقه، انا معايا 5 اطفال. فانت مش قادره اقول له ان الفلوس دي انسرقت، مش هيقدر يسدها، ده 60000 جنيه. فهو كل ما يكلمني يقول لي فيكي ايه، انت فيكي حاجه، انت تعبانه، انا بحلف بالله ان مفيش حاجه، والله ما في حاجه. فانا حاسه ان انا بس يعني الحلفان ده حرام، وحاسه ان انا بغرق اكتر. ايوه هو ماشي يا حبيبتي، هو مش بس الحلفان، هو لازم طريقه الحل. يعني هي انا بس هي ايه، كانت داخله جمعيه واتسرقت ولا ايه؟ صحيح كده؟ طيب يعني هي بتقول لي ايه دلوقتي؟ الجمعيه مش هي اللي هتسددها ولا مين اللي هيسدد؟ اولا خلينا نتكلم. هي ما قالتلوش ان الفلوس دي اتسرقت، هي بتاعته تقريبا، هو اللي كان داخل الجمعيه. هو لازم هيطلقها طبعا. يعني ايه داخله جمعيه؟ هي كانت تخبر زوجها. هي بتقول انا بتاعي خلاص، علشان تعرف حتى اتسرقت ازاي يحاولوا يشوفوا مين اللي سرقها، يحاولوا يجيبوها يعني. طيب يبقى هنا لو ان كانت متاكده ان زوجها هيعمل معاها مشكله كبيره جدا، يبقى لابد خلاص خبي عن الزوج وخلاص وانتهى الامر. لكن شوفي هتتصرفي ازاي في امر الجمعيه دي. لكن لازم يعني يكون في موازنه بين الامرين، عشان ما يعرفش بعد كده فهيطلقك. يعني المساله هتبقى صعبه جدا. او سلطي عليه حد من الناس القريبين منه يقول له والله شوف الحكايه 1 2 3 4 5 6. طيب هي الامر الثاني بتحلف، ما تعرضيش ربنا للحلف. يعني ما تبقاش جمعيه وهتطعمي 10 مساكين لانك بتكذبي. خلاص؟ الكذب ما فيهوش مشكله، عشان يعني خوفا من ان هو يطلقك وما الى ذلك، فده جائز ما فيهوش مشكله، لكن ان تعرضي ربنا للحلف الكذب. كان سيدنا الامام الشافعي يقول ما حلفت بالله صادقا ولا ايه؟ ولا كاذبا. ثانيا ما تقعديش قدامه متوتره. خلاص الامر تم، ما تقعديش قدامه متوتره نهائيا. عاوزه تخبريه اخبريه، لكن بطريقه يعني وهكذا. ربنا يفرجها عليها وتلاقي مخرج. وبعدين كرري كده اللهم اني، تعالى بقى ناخد بقى الحديث، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. الراجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد، ما لك يا فلان؟ قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون ركبتني يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام الا اعلمك شيئا اذا قلته أذهب الله عنك ذلك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل صباح مساء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول فقلتها فأذهب الله عني همي وغمش. لكن أولى بيقين. اليقين فعلا.